السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة أجيال الأندلس. اشترك في القناة حتى يصلك كل جديد إن شاء الله. معنا خبر جميل جدا عن التأمين الصحي وتمرير التأمين الصحي. خبر لسه جاي، بس ده خاص بمحافظة دمياط، لأن ما أعرفش بقية المحافظات بصراحة. محافظة دمياط خاصة مركز فرسكور تم فتح فصل بنات في التمريض الخاص بالتأمين الصحي، تمام، بفرسكور، والحد الأدنى للتقديم 250 درجة من الإعداد يا جماعة. وسوف يتم أخذ أعلى المجاميع المتقدمة، وبعد ذلك سوف يتم الاطلاع على مجموع اللغة الإنجليزية، وبعد ذلك اختبار القدرات والطول والوزن. قوام الفصل من 25 ل 30 بنت، واللي مجموعة أقل 250 لم يقبل ورق. والتقديم غدا إن شاء الله، من غد، من يوم السبت أو الحد، والملفات متواجدة بالمدرسة، وسوف تكون متواجدة حوالي 100 ملف، لأن هو مش عاوزين غير من 100 ملف دول، عاوزين 25-30 طالب بالكتير قوي بنات بس، خلي بالكم. يبقى ده فتح فصل بنات في التأمين الصحي في مستشفى فرسكور او في مدرسة فرسكور. دي الهيئة العامة للتأمين الصحي، صحتك امانة بين ايدينا اهو. دي المدرسة، الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع دمياط، ادارة تدريب مدرسة الثانوية الفنية للتمريض بفرسكور. ده المكان اهو، افتتاح مدرسة التمريض تابعة لفرع دمياط، اللي كان افتتحها عن طريق الدكتور سعيد طرباي مدير فرع التأمين الصحي في دمياط. هنشوف، انا جبت لكم كل حاجه خاصه بالكلام ده كله. دي المدرسه الثانويه الفنيه للتمريض بفرسكور اللي انتوا هتبقوا فيها ان شاء الله، اللي عاوز يقدم فيها. في برضو خلي بالكم، التقديم كان واقف، كان فاصل يعني بقاله فتره، بس لسه النهارده جاي لي الخبر. ومين هي، مين هي بقى الفرع ده، او فين المدرسه دي؟ دي صور للمدرسه. افتتح الدكتور سعيد طرباي مدير فرع التامين الصحي دمياط المدرسه الثانويه الفنيه للتمريض بعيال فرسكور، والتابع الفرع التأمين الصحي دمياط. تعتبر هذه المدرسة هي المدرسة أول مدرسة تتبع فرع التأمين الصحي دمياط، حيث المدرسة تضم فصل دراسي واحد ب 35 طالبة بالصف الأول الدراسي، ومدرسة مجهزة كمبيوتر وثلاثة فصول مختلفة المراحل الدراسية على مدار ثلاث سنوات، وحجرة خاصة للتمريض العملي، وحجرة خاصة لمستلزمات الطلبات. المهم اللي حضر الافتتاح ده كله دكتور سهير عبد الحميد مدير عام الإدارة. الكلام ده كان في 2013، وناس كتير جدا، وقاموا بتكريم 5 متطلبات ومتفوقات علمية المدرسة، وتم توزيع بعض الهدايا عليهم. المهم، أشار الدكتور السعيد أن المدرسة تم تجهيزها منذ أغسطس الماضي، والتحقت بها الطالبات في بداية العام الدراسي في شهر سبتمبر، ولكن تم افتتاحها بشكل رسمي وفعلي صباح اليوم اللي هو في 2013. الخبر ده قديم، بس أنا جبته عشان تعرفوا إيه هي المدرسة. والمدرسة في بداية العام ده هتستقبل بعد كده طلاب. دي صور للمدرسة اهو اثناء الافتتاح، دي صور اثناء افتتاح المدرسة. واللي اسعدنا بالخبر الاستاذ ابراهيم اللي قدام حضراتكم ده اهو، استاذ ابراهيم عيد جزاه الله خيرا، اتصلت بيه، هو اللي قدر يعني يديني الخبر الاكيد ان فعلا فتح الفصل لبنات التأمين الصحي جزاه الله خيرا. هو عادوا بالنقابة اهو، حتى بقول لك ان الدكتور محمد ابو خالد المشرف العام على مدرسه التمريض الى ان المدرسه تعد صرحا تعليميا طبيا جديدا لمحافظه دمياط، وكان المدرسه ستضم فصلا للطلاب والذكور العام المقبل بجانب الاناث في حاله وجود امكانيات داخل الهيئه. يعني هيبقى فيه بعد كده ان شاء الله للبنين ان شاء الله. دي كل حاجه خاصه بالمدرسه. احنا قلنا افتتاح اول مدرسه اهو كان في 2013 يا جماعه، يعني بقى 5 سنين. ففرصة حلوة للكل ان في دمياط مدرسة خاصة بالتأمين الصحي والكلام ده كله. يبقى ده الخبر، لو تم فتح فصل بنات في التمريض الخاص بالتأمين الصحي، يا ريت اللي عاوز يقدم يروح، بس اللي مجموعة اقل من 250 ما يروحش، ودايما هياخده بالاولوية ان شاء الله. كان معكم اسامة رزق مؤسسة جال اندلس، اتمنى لكم التوفيق والنجاح، واي خبر هيفيد الطالب او هيفيد اي حد ايا كان ان شاء الله يتلاقوه على قناه اجيال اندلس. انشر الخبر حتى تعم الفائده، يمكن تكون انت سبب في خير هتقدمه لغيرك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشترك في القناه وفعل زر الاشعارات، وايضا لا تنسى دعمنا بلايك.